شباب الفرقة الثالثة، أهلا بيكم. تجارة إنجليش، شعبة أكاونتينج وبزنس. اتكلمنا المرة اللي فاتت على التاكس أكاونتينج، وكان في بعض الناس ليها كونسيرن على المحاضرة، فالطريقة دي هتبقى إن شاء الله جميلة جدا ومش هنواجه فيها أي نوع من أنواع المشاكل. طيب، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على ان التاكس اكاونتنج هي السب فيلد اوف اكاونتنج ذات ديتيرمين ذا تاكسبل نت بروفيت. يعني ايه تاكسبل نت بروفيت؟ يعني الربح الخاضع للضريبة من وجهة نظر التاكس اوفيس. تمام؟ لان احنا اتفقنا ان اي تاكس في الدنيا هي بتبقى امبوزد على بروفيت، والبروفيت ده اللي هو ايه؟ من وجهة نظر التاكس اوفيس. تمام؟ فقبل ما نتكلم على احنا هنتكلم على هاو تو ديتيرمين التاكس للناتشورال بيرسون انكم، اللي هي في القانون بنسميها ضريبة الدخل. قبل ما نتكلم بقى على ازاي نحسب التاكس للنون كوميرشال اكتيفيتي والتاكس اون سالاريز واذر تايبس اوف تاكسز، لازم كنا نفهم الاول هي يعني ايه تاكس، وليه الدولة بتعمل كولكشن للتاكس وانواعها والفرق ما بينها وما بين الفيز اند سو اون. تمام؟ طيب، فاتكلمنا المرة اللي فاتت عن ان التاكس دي ديفايند از بينج كاش امبوزد اند كولكتد باي ذا جوفرمنت او ذا ستيت، قلنا فروم انديفيديوالز، سواء الانديفيديوالز دول ناتشرال او جيرادكال، يعني سواء اشخاص طبيعيين او شركات. وقلنا ان هي بتبقى كولكتد اكوردنج للرولز اند ريجوليشنز، وقلنا ان الهدف منها تو كفر ذا بابليك اكسبنديتشر او تو فاينانس بابليك اكسبنديتشر، علشان احقق اهداف الدوله اللي هي تو اتشيف السوشيال اند ايكونوميك ويلفير. وجينا خدنا بعض الكاركترستكس، قلنا ان التاكس از كومبالسري نوت اوبشنال ومونيتري، وقلنا ان هي نو دايركت ريليشن بتوين ذا تاكس كولكتد اند ذا سيرفيس بروفايدد. وجينا قلنا كمان ان التاكس ويل بي يوزد تو فاينانس الجفرمنت اكسبنديتشر وpaid periodically، المين كاركترستكس اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. هنتكلم، جينا كمان عملنا ريفيو كده، قلنا ان اي تاكس ليها 3 objectives: financial objectives by providing او facilitating ان الجوفرمنت يبقى عندها liquid money، يعني يبقى معاها مونات، يعني liquidity. تمام؟ زي ما حصل في مثلا لما جينا نعمل قناة السويس، صح؟ عملت ايه الحكومة؟ عملت اللي هي الشهادات بتاعة قناة السويس، صح كده؟ اللي هي كانت بفايدة عالية جدا، علشان الدولة يبقى معاها liquid money تقدر تimplement projects and so on. تمام؟ يبقى الضريبة انتوا اخدتوا الموازنة واخدتوا ان اهم source من ال revenues that will be used to finance the government expenditure هيبقى taxes. تمام؟ و to achieve social and economic objectives اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت. طيب، بعدين جينا mainly اتكلمنا عن ال difference between the taxes and fees، وقلنا ان الاثنين used as financial instruments by the government to increase the proportion of the government revenues، بس في differences ما بينهم. ايه هي ال differences؟ قلنا اول حاجة ان ال taxes imposed as a percentage from the profit، بس الفيز بتبقى mainly in a dollar amount او in association with the provision of the correspondent service، يعني الخدمة دي بكذا، صح كده؟ جينا قلنا the difference in terms of compulsory payment، الضريبة اجبارية، صح؟ انما الفيز انت هتدفعها لخدمة انت عايزها، فانت هتستفيد بالسيرفيس يبقى هتدفع، مش هتستفيد خلاص انت مش عايز الخدمة دي، صح كده؟ طيب،
الديفرنس بتوين ان تيرم اوف السيرفيس بروفايدد، احنا اتفقنا في التاكسز انا بدفع ريفينيو او انا اسف بدفع الضريبه، وما فيش لينك ما بينها وما بين السيرفيس ايه ريسيفد، صح كده؟ وشبهتها لكم بمثال لو انا هدفع الضرائب ما ينفع واجي اشترط على الحكومه تيجي ترصف الحته اللي قدام المصنع او ما ينفعش، صح؟ دي ملهاش علاقه بدي، انما there is a direct relationship between the fees paid and the service a received، صح؟ ان انا اصلا بدفع ال الفيز علشان to obtain او to receive a certain service، صح كده؟ طيب اخر difference اتكلمنا عنه الobjective. The fees are generally imposed for the purpose of controlling or regulating several types of activities. زي مثلا الفيز اللي بتدفع للطريق مثلا اللي هي الرسوم عبور الطريق، تمام؟ طيب دي انت بتعملها ليه؟ بتدفعها علشان الجوفرمنت to maintain a level of of ايه of السيرفيس اللي هي هتقدمها، يعني هتعمل مينتننس للرود وهتعمل انشاءات والصيانة والتأمين للطريق، حاجات كتيرة كده، صح؟ انما فالفيز ار جنرالي امبوز فور ذا بيربز اوف كنترولينج اند ريجوليتنج ايه التايب اوف الاكتيفيتيز بروفايدد، يعني انما التاكسس امبوزد ان اوردر تو اتشيف ذا سوشيال ويلفير اند سو اون، تمام؟ مثلا انت بتدفع ايه في الجامعه؟ بتدفع فيز، صح كده؟ الفيز دي بتتاخد علشان تمنتين الكواليتي اوف السيرفيس بروفايدد، في مباني، في طرق، في انشاءات، في سبلايز، في صح كده؟ انما التاكسس دي انت هتدفعها وملهاش علاقة بالسيرفيس. يبقى ده مين لي الاوتلاين اللي احنا اتكلمنا ايه عنه في المحاضرة اللي فاتت، ومش عايزين نعرف مين لي اكتر من كده، لان انتوا طبعا دارسين مالية عامة اللي هي public finance، ودارسين money and banking، واقتصاديين ما شاء الله عليكم قد الدنيا. طيب لو جينا اتكلمنا على types of taxes، انواع الضريبة بقى. بصوا بقى يا شباب، انواع الضرائب احنا اتفقنا احنا هنتكلم عن التاكس اسمها ايه، يونيفايد تاكس اون انكم، يعني انت اي حد بيحقق بروفيت بيدفع ضريبه. يعني مين لي لو انا جيت دلوقتي قلت انا حققت ريفينيو بنشيل منه الاكسبنسز بيديني نت بروفيت، الريفينيو والاكسبنسز لازم يبقوا من وجهة نظر التاكس اوفيس. علشان البروفيت ده يبقى اسمه تاكسبل نت بروفيت، وهو او بنسميه التاكس براكت، وهو ال will be subject to tax، تمام؟ يعني انت حققت مثلا زي ما هنشوف دلوقتي 100,000، بنضربها في التاكس ريت يديني التاكس الاماونت اوف التاكسس ذات ويل بي بايد، بنسميها تاكس ديو، اتفقنا؟ طيب بس قبل بقى ما نتكلم على الكلام ده كله، احنا محتاجين نعرف برضو التايبس اوف التاكسس، انواع الضريبه. فاول نوع من الضريبه هنتكلم على الدايركت اند اندايركت تاكسس. دايركت اند اندايركت تاكسس، طيب يعني ايه دايركت تاكس ويعني ايه اندايركت تاكس؟ دايركت تاكس واندايركت تاكس. بص يا شباب، بقول على التاكس دي دايركت تاكس لو
A person who bears its charge or burden is the one who is going to pay this tax. زي التاكس اون سالري والتاكس اون كوميرشال او التاكس اون نون كوميرشال انكم تاكس بصفه عامه. يعني ايه؟ يعني انا عندي شركه وكسبت بدفع ضرائب، انا اللي هروح ادفع الضريبه. زي مثلا عندي مكتب عليا ضرائب بروح ادفعها، يبقى دي اسمها دايركت تاكس. يبقى البيرسون هو بيرز ذا بيردن اوف ذا تاكس هو البيرسون هو از جوينج تو باي ذيس اي تاكس، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها دايركت تاكس. ايه ده، هو انا ممكن اتحمل الضريبه بس مش انا اللي ادفعها؟ طيب تعال نشوف كده الان دايركت تاكس مع بعض. حضرتك بتشتري مثلا ميل من ماكدونالدز، الميل دي ب 100 جنيه وعليها فاليو ادد تاكس 14%، فحضرتك عندك 100 جنيه زائد 14% خدمه سوري ضريبه فاليو ادد تاكس، فلقيت الريسيت طلع لك ب 114. حلو كده؟ فانت بتدفع، بتعمل بيمنت لماكدونالدز، هتدفع لهم كام؟ 114 صح؟ ماكدونالدز ياخد ال 114 ويروح مورد ال 14 لمين؟ للتاكس اوفيس صح كده؟ يبقى الضريبه دي البيرسون هو بير ذا بيردن مش هو اللي راح دفعها، هو حول العبء بتاعها على شخص تاني او حد تاني، والحد التاني هو اللي راح ايه؟ دفعها. فطالما الموضوع ده حصل يبقى الضريبه دي اسمها ايه؟ اسمها indirect tax. ليه؟ عشان ال person who bear the burden of the tax مش هو او عمل ايه؟ transfer the payment to another party، يبقى الضريبه دي اسمها ايه؟ اسمها indirect tax. The tax is considered indirect if it's possible to transfer its burden. هو مش هو اللي بيتحمل عبئها، لا هو اللي بيتحمل دفعها بس. تمام؟ زي السيلز تاكس اللي هي اتعدلت بعد كده وبقى اسمها فاليو ادد تاكس. هنتكلم عن نوع تاني من التاكس، التايبس اوف التاكس، اسمه الديفرنس بتوين كواليتيتيف اند يونيفايد تاكس. لو بصوا اختصارا لان احنا لسه هنتكلم على الموضوع ده، لو التاكس بتتفرض على كل مصادر دخلك بوان ريت بنسميها يونيفايد تاكس، يعني ضريبه موحده زي ضريبة الدخل كده، كل مصادر دخلك هتتحسب في ايه؟ في ريتس معينة. انما الضريبة لو كانت على كل مصدر مستقل، دي ضريبة ودي ضريبة ودي ضريبة ودي ضريبة، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها qualitative tax. تمام؟ يبقى التاكسز are considered as being qualitative if it's imposed on each kind of income as an independent tax separately، يعني ما لهمش علاقة ببعض. انما لو التاكس ريت او كولكشن، التاكس از كونسيدرد يونيفايد اف اتس امبوزد اون ذا توتال انكم ريجاردز اوف ذيرز اي ذير سورس، بنسميها يونيفايد تاكس. اتفقنا يا شباب؟ طيب عندي نوع تاني من التاكس اسمه، او هنفرق ما بين نوعين تانيين ما بين البيرسونال اند ان كايند تاكس. عايزكم تركزوا معايا في البوينت دي. ايه الفرق ما بين البيرسونال تاكس اند ان كايند تاكس؟ بصوا يا شباب، بيرسونال اند ان كايند بيجي القانون بيدي اعفاءات للناس، مثلا ضريبه على الدخل، في بعض الاعفاءات علشان الـ الشخص اللي هيدفع الضريبه عنده التزامات، بيرسونال تشارجز. يعني ايه عنده التزامات؟ يعني عنده بيت وعنده اسره وعنده غلاء اسعار وعنده انفليشن وعنده صح كده؟ فالقانون بيجي يقول ايه؟ طب بص، كل الدخل اللي داخل لك ده انا هدي لك بيرسونال اكزامشن. يعني مثلا فور اكزامبل، يعني هنشوف بعد كده في القانون كام. انت داخل لك مثلا 100,000، 8,000 مش هيبقى عليهم ضرائب، يبقى انت هتتحاسب ضريبيا عن ايه؟ 92. يبقى الاعفاء ده ليه؟
علشان تو ميت الايه البيرسونال سيركمستانسز ايه المحيطه بالايه بالتاكس باير. صح، لو الضريبه راعت البيرسونال سيركمستانسز بتاعت التاكس باير بنسميها ايه؟ ها، بنسميها بيرسونال تاكس. يبقى البيرسونال تاكس هي التاكس considered personal if it considered the personal circumstances by of the taxpayer by allowing him some exemption. زي الفاميلي تشارجز السالاريز اند سو اون. يبقى دي اسمها بيرسونال ايه تاكس، زي ما هنشوف في الضريبه اللي احنا هندرسها الموضوع ده. حلو الكلام. طيب الان كايند تاكس، لا الان كايند تاكس لا doesn't consider any personal circumstances and doesn't allow any exemption for the taxpayer. يعني انت دلوقتي رحت تشتري ميل من ايه من ماكدونالدز وجاي تدفع ال 14 جنيه، فجيت قلت لا لماكدونالدز كلموا لي مكتب الضرايب ال 14 دي خليها 10 ولا 9 ولا 8 علشان انا عندي ولاد وظروفي وبيتي، لا ما ينفعش. صح، يبقى الضريبه دي ايه؟ دي ان كايند. ليه ان كايند؟ لان هي doesn't consider any personal circumstances for the taxpayer and not allowing him any exemption. تمام، يبقى فرقنا دلوقتي ما بين ايه وايه يا شباب؟ ما بين البيرسونال اند ان كايند ايه؟ ان كايند تاكس. طيب يبقى نعيد تاني مع بعض. خدنا دلوقتي 3 different differences between تاكسس. خدنا الفرق ما بين دايركت اند اندايركت. قلنا دايركت تاكس هي التاكس will be direct لو البيرسون هو بير the tax او the burden who is going to pay it، زي التاكس اون سالري والتاكس اون كوميرشال اند سو اون، و اللي هي انكم تاكس اللي احنا هنتكلم عنها. تمام، احنا بس بناخد اوتلاين كده. تمام، بعدين قلنا indirect لو if it is possible to transfer the burden to another a party. قلنا qualitative لو tax will be imposed on different sources، كل ضريبة independently عن التانية. قلنا unified لو بتتفرض على كل مصادر دخلك ب unified rate. personal and in kind. personal taxes يعني التاكس will consider some exemption او personal circumstances for the taxpayer by allowing him some exemption زي الفاميلي تشارجز اند سو اون. يعني مثلا انت داخل لك دخل معين فالدوله بتدي لك اعفاء معين لحد معين لمواجهه ظروف المعيشه او الغلاء الاسعار او الايه الاعباء الايه الشخصيه بتاعتك. الضريبة تعتبر in kind لو doesn't consider any personal exemption زي اللي احنا قلنا. النقطة دي بقى مهمة جدا. progressive and progressive انا اسف proportional and progressive tax. يعني ايه proportional and progressive؟ عندي الضريبة موحدة ثابتة وعندي progressive. يعني ايه؟ يعني البروبورشنال ايا كان داخل الانكم ايه الضريبه هتتفرض مثلا بنسبه 20% او 22% زي ضريبه مثلا ايه الشركات 22.5% 3. يبقى دي اسمها بروبورشنال، انا اسف دي اسمها ايه؟ بروجريسيف. تمام؟ طيب بروبورشنال يعني ايه؟ بروبورشنال يعني كل ما دخلك يزيد كل ما الضريبة هتزيد. يعني اول مثلا انت اول 10,000 عليهم مثلا 10%، لو دخلك ازيد من 10,000 الزيادة هيبقى عليها 15% لحد 20,000، ازيد من 20,000 لحد 30,000 الزيادة عليها 20%. يبقى دي اسمها بروجريسيف مش بروبورشن، اسمها بروجريسيف، ضريبة تصاعدية. كل ما هتكسب اكتر كل ما هتدفع ضرائب اكتر. ليه؟ علشان اعمل نوع من العدالة، الناس اللي بتكسب كتير تدفع ضرائب اكتر من الناس اللي بتكسب قليل. هتقولي لا المبدأ ده انا مش مبسوط منه، هقول لك والله بتختلف من سياسة الدولة للتانية.
في ضرائب او في، انا اسف، دول مش فاكر الدوله بصراحه، عندها الضرائب ريجريسيف، يعني كل ما هتكسب اكتر كل ما تدفع ضرائب اقل، الريت بيقل. ليه؟ علشان اشجع الناس انها تشتغل، يشغل الناس، العماله، الكلام ده كله، فاشجعه انه تعالى واكسب والضرائب بتاعتك هتقل، كنوع من الموتيفيشن يعني. تمام. فالضريبة اللي احنا طبعا بنتكلم عن انكم تاكس، فاحنا بنتكلم على بروجريسيف يعني ضريبة تصاعدية. بروبورشنال هي التاكس ذات ار امبوزد از ا فيكسد ات ا فيكسد ريت، زي ضريبة الشركات كده. بروبورشنال كل ما هتكسب اكتر هتدفع ضرائب اكتر. تعالوا ناخد اكزامبل على البروجريسيف تاكس. لو انا جيت دلوقتي قلت مثلا التاكس، تعالوا اطلعها لكم من الاقرار الضريبي بتاع الشركات. طيب بص يا شباب، ده اقرار ضريبي. اقرار ضريبي يعني ايه؟ بعد ما بنحدد التاكس بالبروفيت، حضرتك بتروح للجوفرمنت بتقر باقرار ضريبي زي اللي انتوا شايفينه، اقرار ضريبي على دخل، صافي دخل الاشخاص الطبيعيين غير مؤيد بحسابات، ده هنتكلم عنها بعدين. تمام. عدم اصدار الفاتورة يعرضك للعقوبة، بتكتب الرقم القومي والملف الضريبي، هنتكلم يعني mainly ايه in details المرة الجاية، لان الكلام ده هيبقى مطلوب منكم كassignment ان انتوا تقروا الاقرار الضريبي. انا عايز بس اطلع لكم حتة معينة. بصوا كده، عند حساب الضريبة المستحقة يراعى الآتي: يخصم من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 5000 جنيه. إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك الدخل لحد 5000 جنيه، لحد 5000 جنيه. بصوا يا شباب اكتبها لكم، خمس تلاف جنيه ده التاكس براكت عليهم زيرو. من 5000 وإلى 10000، أو أنا آسف خلينا نشوفها، وإلى 30000. تمام. طيب ليه في اختلافات كده؟ لأن القانون غيرها كذا مرة، بتتغير كتير، كل سنة تقريبا أو سنتين كانت بتتغير. من 5000 ل 30000 الضريبة 10%، ومن 30000 ل 45000 15%، ومن 45000 ل 250000 20%. يعني ايه الكلام ده؟ من 5000 ل 30000 10%، من 30000 وإلى 45000 15%، من 45000 ل 250000 20%، أزيد من 250000 25%. طيب فهمنا الكلام ده يعني ايه؟ عشان احنا مش فاهمين. بص يا شباب، دي برو ايه بروجريسيف. يعني ايه بروجريسيف؟ حضرتك دخلك كان 5000، 4500، خلاص مش هتدفع حاجة، تدفع الضريبة زيرو، ده التاكس ريت. دخلك عدى ال 5000 وإلى 30000 حضرتك هتدفع 10%، يعني أزيد من 5000 وإلى 30000 حضرتك هتدفع عليهم 2500. بلاش دي عشان ملخبطكوش. خلينا ناخد اكزامبل.
احمد التاكسبل بروفيت بتاعه، تاكسبل نت بروفيت، بعد ما حددنا الريفينيو والاكسبنسز بقى، تمام؟ ده دورنا. حضرتك الدخل بتاعه كان 1,000,000 جنيه، ازاي هنحسب الضريبة على 1,000,000 جنيه؟ يلا ورقة وقلم معايا وقولوا لي نعمل ايه. اول 5,000 معلهمش ضريبة، من 5 ل 30 يعني اول 5,000 زيرو، من 5 ل 30 يبقى 25,000 اللي بعديهم عليهم ضريبة 10%، يبقى 2,500 جنيه ضرائب. من 30 ل 45,000 يعني كام؟ 15,000 اللي بعديهم، صح كده؟ طيب ال 15,000 اللي بعديهم عليهم قد ايه؟ عليهم 15%، يبقى كام؟ نضرب 15,000 ملتبلاي 15%، يبقى 2,250. ده 5,000، 25,000، 15,000 اللي بعديهم عليهم 15%، يعني عليهم ضريبة 2,250. الأزيد من 45,000 وإلى 250,000، يعني 205,000 اللي بعديهم عليهم ضريبة 20%. 20% من 205,000 يعني كام؟ يعني 41,000 ضرائب. طيب اللي أزيد من 250,000 بقى عليه ضريبة 25%. طب الراجل ده بحقق 1,000,000، ادي 5 و25 يبقى كام؟ 30,000. طيب 30,000 و15,000 45,000، 45,000 و205، 250,000. اي حاجة بقى ازيد من ال 250,000 حضرتك الضريبة اللي عليها 25%. يا نهار ابيض، يعني ال 750,000 اللي الراجل محققهم زيادة هيدفع حضرتك عليهم 25%، يعني ربع فلوسه رايحة للضرائب. طيب يعني كام؟ 750,000 multiply 0.25 يعني 187,000. تعالوا نحسب بقى الراجل ده 500، الراجل ده دفع ضرائب قد ايه؟ 2,500، 2,250، 4,000، 41,000، 187,500. دي اسمها تاكس ديو، دي الضريبة اللي عليه اللي هو المفروض هيدفعها. هيدفع 187,500 بلس 41,000 بلس 2,250 بلس 2,500، يعني هيدفع 233,250 جنيه ضرائب، هيقدمهم في الإقرار الضريبي بتاعه ويروح زي الشاطر يدفعهم. يبقى طب واحد هيقول لي لا، طب افرض هو كسب 500,000 مش 1,000,000، مش دول 250، يبقى الزيادة هنا 250. طب واحد بيقول لي افرض كسب 300، حاضر دول 250 يبقى دول 50 عليهم 25%. طب افرض كسب 200، حاضر يا سيدي 5 و25 و15 يبقى كده كام؟ 45. 45 ناقص 200 يبقى 155,000 عليهم 20%، لان هو ما كملش وما كسبش، انا مقسمينها شرايح. وهو ده معنى ان الضريبة ايه يا شباب؟ بروجريسيف. ذاكروا الحتة دي كويس، لان الضريبة الانكم تاكس اللي احنا هندرسها هي دايركت بروبورشنال تاكس. خدنا يعني ايه دايركت وخدنا يعني ايه بروبورشنال، مش بروجريسيف، صح كده؟ طيب انا قلت غلط عشان انتوا مش مركزين معايا. تاني، الضريبه هي ايه؟ بروجريسيف تاكس، تمام؟ عندنا في مصر مفيش ريجريسيف، مش احنا اللي بنطبقها، اتفقنا؟ طيب بعد ما خلصنا، مش عليه كل الحته دي، بعد ما خلصنا ال different types of tax
هنتكلم على التاكسس اكوردنج للنيتشر بقى، مش اختلاف نوعها، لا من حيث تطبيقها بقى. عندي التاكس اون الكابيتال اللي هي الضريبة الرأسمالية، وهنشوف مع بعض عملي ازاي الناس بتكسب من الستوك اكستشينج وبتدفع الضرائب، بنسميها كابيتال تاكس، ضرائب رأس مالية. انت لو عندك شركة ساهمت فيها بتاخد ديفيدنت، الديفيدنت ده عليه ضرائب، صح كده؟ طيب عندي فاليو ادد تاكس، ضريبة القيمة المضافة. عندي انكم تاكس، وهو ده مين اللي احنا هنتكلم عنه ايه شوية كتير. وعندي كاستم ديوتي اللي هي الجمارك، وعندي الريال استيت تاكس، هو الاثنين دول هنسميهم ريال استيت تاكس. انواع كتيره من الضرائب، مين اللي انت حضرتك بتفرض الضريبه على ايه؟ على النت بروفيت اللي هو ريفينيو ماينس اكسبنس، ايا كان ايه الضريبه هتبقى ايه. طب الضريبه في مصر اتطورت على مدار السنين، صح كده؟ فانا عايزك تعمل لي ريسيرش عن تطور الضريبه في مصر. بص، كان سنه 39 كم كان تطبيق قانون رقم 14، واتطور سنه 49 لقانون 99، واتطور 81 لقانون 157 ل 187 لقانون الضريبه على الدخل اللي احنا بنطبقه دلوقتي 2005 باللائحه التنفيذيه بتاعته. تمام، عايزك حضرتك تعمل لي حاجتين. عايزك تقول لي الاقرار الضريبي ايه هو، هنزل لكم كده بي دي اف فايل يساعدكم. ايه هو الاقرار الضريبي، مواعيد تقديمه، شكله عامل ازاي، بنقدم فيه ايه، ايه الشروط الجزائيه اللي ممكن تتفرض عليا لو انا ما قدمتش في مواعيدي، لو قدمت متاخر، لو انا ما كانش عندي ريجولر بوكس، يعني دفاتر منتظمه بالفواتير مسجل فيها كل حاجه. كل الكلام ده عايزك ايه تعمل لي عليه ريسيرش بيبر كده في 3 4 ورقات، وهبقى انزل لكم بي دي اف يساعدكم. يبقى حضرتك هتعمل لي ريسيرش عن حاجتين، عن ال development of ال tax، عن ال development of the tax system in Egypt في حدود 2 pages، وتعمل لي research عن ال tax ده هتلاقيه بالعربي. التاكس ديكلاريشن. طيب ايه التاكس ديكلاريشن ده؟ الاقرار الضريبي. يعني ايه اقرار ضريبي؟ حضرتك دلوقتي ايا كان نوع الضريبه ايه، بيبقى عندنا الريفينيوز والاكسبنسز، بتقر، بتروح بتملى الاقرار اللي انا هنزله لك ده، ده جاست فور ريدنج، يعني فهمه. تمام، اكيد مش تحفظ اقرار، ده انت كمحاسب بتعمله، بتقدمه، بتملاه للشركه او للنون كوميرشال اكتيفيتي بتاعت الشخص، وبنروح نقدمه. انت بقى هتقول لي مواعيد تقديم الاقرار ايه، امتى بنقدم الاقرار، ايه العقوبات اللي هتتفرض عليا لو انا ما قدمتش الاقرار في مواعيده. والاثنين دول مش هكتفي بالريسيرش اللي انتوا هتعملوه بس، هتعملوا عليه برزنتيشن كمان ان شاء الله في المحاضره اللي احنا هنتقابل فيها باذن الله. تمام، يبقى ده كل اللي احنا محتاجين نعرفه عن تشابتر ايه، تشابتر 1. وزي ما اتفقت معاكم ان احنا ان شاء الله المحاضره اللي جايه هتبقى هنعمل فيها كويز على الحته بتاعت البروجريسيف تاكس، وهنتكلم عن التاكس ديكلاريشن، البرزنتيشن بقى اللي انتوا عملتوه او هتعملوه ان شاء الله، tax declaration و development of a tax system in a in Egypt. وانا ان شاء الله هنزل لكم عنها بي دي اف برضو، ده just for reading، يعني مش حفظ ولا حاجة.
اشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا معاكم، شدوا حيلكم.